أخيرا هذه الأخت السائلة تسأل وتقول في سؤالها الأخير: هل يجوز للمرأة أن تقول عن الرجال الأجانب كالعلماء والصالحين بأنني أحبهم في الله؟ نعم، المحبة في الله والموالاة في الله من أعظم عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث قد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقله الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، ويصرح الإنسان لأخيه إذا كان يحبه فيخبره بذلك لأنه يحبه في الله، ويقول المحبوب: يقول أحبك الذي أحببتني فيه، ويدعو له بمثل هذا. فهذا من السنة، الحب في الله والبغض في الله هذا واجب، وأما إعلانه وإخبار المحبوب به هذا سنة ومستحب. نعم.